مرحب بكم مشاهدينا الاعزاء، انا همام جاهد، سوف اكون معكم على مدار ساعتين في حلقه جديده من نقاط ساخنه. من اوروبا ينطلق النقاش الرئيسي الاول في حلقه اليوم، وحديث عن الانتهاكات التركيه في المياه القبرصيه والمحاولات الجائره من قبل النظام التركي للسطو على ثروات الطاقه في مياه قبرص بمنطقه شرق المتوسط. ففي قرار يتجاوز الاعراف والمواثيق الدوليه القائمه على احترام سياده الدول، اعلنت انقره انها ستوجه سفينه الى مياه قبرص للتنقيب عن الثروات على ان تبدا عملها في 15 يوليو المقبل. خطوه تعني تجاهلا للتحذيرات الاوروبيه المتكرره لرجب طيب اردوغان من التمادي في ممارساته الاستفزازيه، حيث تجتمع الدول الاوروبيه ليومين في بروكسل وملف تركيا على راس اولوياتها. بينما يبقى حلف شمال الأطلنطي أو حلف الناتو يراقب ما يدور ويجري، وأعين العملاقتين أمريكا وروسيا بطبيعة الحال مسلطة على منطقة شرق المتوسط. في هذا النقاش نتساءل، ما الخيارات التي يمكن أن تتخذها الدول الأوروبية لوقف ممارسات تركيا الاستفزازية؟ وهل يتدخل حلف الناتو على خط الأزمة؟ وكيف تفكر قبرص في كبح جماح مطامع أردوغان في ثرواتها؟ كل هذه الأسئلة وغيرها سيكون معنا للنقاش والحديث الموسع حولها الدكتورة سارة كيرا، المتخصص في الشؤون الأوروبية. ومن أوروبا وشرق المتوسط إلى جنوب المتوسط وتحديدا إلى ليبيا ينطلق النقاش الرئيسي الثاني في حلقة اليوم. ففي فقرة الثانية وفقرتنا الثانية سوف نناقش تصريحات القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، والتي أكد خلالها استمراره في عملية طرابلس التي بدأها في 4 أبريل من العام الجاري لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات الإخوانية والإرهابية. كما شدد خلالها على أنه لا يعارض الحل السياسي، وإنما يؤكد صعوبته في ظل سيطرة الميليشيات الإرهابية وجماعة الإخوان على العاصمة. حديث حفتر يتزامن مع تقدم يحققه الجيش الليبي على الأرض اليوم تلو الآخر، فمعركة طرابلس فيما يبدو اقتربت من أوقات الحسم. فأي دلالات يحملها تأكيد المشير حفتر عدم تراجعه عن عملية طرابلس؟ وما الرسائل التي حملها مؤتمر القوى الوطنية الليبية المنعقد أخيرا في القاهرة؟ وكم بات متبقيا أمام القضاء على الميليشيات في العاصمة الليبية؟ كل هذه الأسئلة وغيرها سيكون معنا للنقاش حولها الأستاذ محمد فتحي الباحث في الشأن الليبي. سيكون لدينا ككل خميس فقرة ملف الخميس، والتي نسلط فيها الضوء على أهم المرشحين لخلافة رئيسة الوزراء البريطانية تريزا مي، والتي كانت قد استقالت نتيجة انسداد الأفق حيال مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي. مشاهدينا الأعزاء، بعد فاصل قصير قراءة في أهم وآخر الأخبار على مدار الساعات الماضية، ابقوا معنا. إذا نبدأ أخبارنا من بطولة الأمم الأفريقية التي تنطلق غدا، حيث قال أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إن تنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019 في الصيف كان قرارا حاسما، ورغم وجود العديد من التحديات لتنظيم تلك النسخة الاستثنائية. وأكد رئيس الكاف على الدور الكبير الذي لعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في إقامة هذه البطولة، بعدما نجح في الالتزام بوعده بتنظيم البطولة خلال 5 أشهر فقط، مقدما له الشكر. وأضاف أحمد أحمد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم أن كل شيء على أفضل ما يرام، والإشارة خضراء للنجاح وتقديم بطولة رائعة. وهناك أمثلة لأنها ستكون استثنائية، مثل حفل القرعة الذي أقيم عند سفح الأهرامات والتي كانت لا مثيل لها. أحمد أحمد أشار أيضا إلى أن اللجنة التنفيذية نجحت في اتخاذ كل الإجراءات والقرارات الصعبة لضمان نجاح البطولة. لازلنا أيضا في البطولة التي سوف تقام غدا وتنطلق غدا، وهذا الخبر الثاني. والوطنية للإعلام توقع اتفاقية بث كأس الأمم مع اتحاد الكرة واللجنة المنظمة. إذن بحضور أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، وقع اليوم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام اتفاقية بث فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية أرضيا على قناة تايم سبورتس مع اتحاد الكرة المصري برئاسة المهندس هاني أبو ريدة واللجنة المنظمة للبطولة. وفي سياق متصل، أنهت الهيئة الوطنية للإعلام كافة استعداداتها للقيام بالتغطية الإعلامية لكافة فعاليات البطولة بدءا من الغد، من بث للمباريات ونقل تفاعلات جماهير الكرة المصرية في مختلف محافظات الجمهورية.
وزارة الداخلية بدورها أهابت المواطنين بمناسبة إقامة فعاليات افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمشاركين في تشجيع مباراة والمشاركين أو حضور والحاضرين في مباراة كرة القدم بين منتخبي مصر وزيمبابوي غدا الجمعة باستاد القاهرة الدولي أنه قد تم وضع خطة أمنية متكاملة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية تستهدف أمن وراحة الجماهير والانضباط الكامل بالطرق المؤدية للاستاد وصولا للمدرجات وذلك على النحو التالي. لن يسمح بدخول الاستاد إلا لحاملي فان اي دي والتذكرة الخاصين بالمشجع، وتقرر فتح أبواب الاستاد للجماهير من الساعة 1 مساء يوم المباراة على أن تغلق الأبواب في تمام الساعة 6:30 مساء، ولن يسمح بالدخول عقب هذا الموعد. يحظر اصطحاب الممنوعات والآلات التي يمكن أن تحدث ضررا عاما بجسم الإنسان حتى لو كانت غير مصممة لهذا الغرض، وجميع الأجسام والمواد مجهولة الهوية أو الغير مبرر سبب حملها أو أي أغراض يصعب فتحها لتفتيشها يدويا أو تصويرها باستخدام أجهزة التفتيش بالأشعة، من بينها الآتي: الأسلحة النارية بكافة أنواعها حتى المرخص منها أو التي يتمتع حاملها بالإعفاء من الترخيص، محدثات الصوت من الصواريخ والألعاب النارية، الشماريخ والآلات الحادة والمدببة، أجهزة التسخين ومصادر الاشتعال ومواد سريعة الاشتعال وعبوات الغاز المضغوطة وأقلام الليزر والصفارات والسبراي والباور بانك وعلب الكبريت والعصا الخشبية للأعلام والولاعات وشواحن التليفونات المحمولة والتليفون المحمول المغلق وزجاجات وعلب المياه الغازية والمعدنية والأسلاك الكهربية بأنواعها والبطاريات الجافة وأجهزة الريموت كنترول ومفاتيح الكهرباء وشرائح لحام الأسلاك. ويسمح فقط بدخول أكواب المياه البلاستيكية وعلب العصير الكرتون والأطعمة في أطباق فويل والهواتف المحمولة المفتوحة. وأيضا تم تزويد المدرجات بكاميرات مراقبة وذلك لرصد كافة مظاهر الشغب أو الاحتكاك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، كما تم إعداد عدة منافذ لسهولة دخول وخروج الجماهير من خلال نقاط فرز وتفتيش عبر تلك المنافذ وحتى الوصول للمدرجات، كما تم وضع خطة مرورية لاستخدام التحويلات والمحاور المرورية البديلة بمنطقة الاستاد عند الضرورة. تم أيضا وضع علامات إرشادية بمنطقة استاد القاهرة لإرشاد وإعلام الجماهير بأماكن الدخول وساحات الانتظار وطرق الوصول والخروج من وإلى المنطقة، إلى جانب الخدمات الأمنية المتواجدة والتي يمكن الاسترشاد من خلالها. سيتم تنفيذ أحكام القانون بكل حسم وحزم في مواجهة أي إخلال بالأمن والنظام، وأكد تنفيذ أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة وما تضمنه من تجريم الدخول أو محاولة الدخول إلى مكان النشاط الرياضي دون حق أو كان محرزا أو حائزا ألعابا نارية أو مواد حارقة أو قابلة للاشتعال أو الإتيان بأية أفعال تؤدي لإحداث شغب أو اعتداء على المنشآت. يشار أيضا إلى أن الشركة المنظمة لدخول المباريات والشركات الأمنية التابعة لها انتهت من كافة الاستعدادات الخاصة بالتنظيم والتأمين والإشراف الكامل على استاد القاهرة، كما وضعت مجموعة من المعايير العالمية لتحقيق كافة عناصر الأمن والأمان، ومن بينها ما يلي: الاستعداد بأجهزة الكشف عن بطاقة فان اي دي أو بطاقة المشجع ومطابقتها مع التذكرة حتى لا يتم تسلل أي أحد غير معروف أو مشكوك في سلوكه أو لا يحمل بطاقة المشجع مع التذكرة المعتمدة الصادرة عن الشركة، وذلك بهدف تحقيق أعلى معدلات الأمان للمواطنين المصريين والضيوف الأجانب الحاضرين من أجل تشجيع منتخباتهم الوطنية في إطار الروح الرياضية. الاستعداد التام بالبوابات الإلكترونية الخاصة بكشف المعادن والمحظورات وغيرها من المواد الخطرة التي تستخدم في تعكير صف المباريات. ولأول مرة في الملاعب المصرية الاستعداد بأجهزة خاصة لكشف الشماريخ والألعاب النارية والصواريخ غير المسموح بها في المباريات الرياضية. ولأول مرة أيضا سيتم تأمين الاستادات وجميع مباريات البطولة باستخدام طائرات الدرونز للتعرف على وجوه المشجعين وتصويرهم ونقل صورهم إلى الإدارة المعنية بأمن الاستادات لمطابقة الوجوه مع قاعدة البيانات المثبتة والخاصة ببطاقة المشجعين. ولأول مرة أيضا في مباريات البطولة يمكن تحديد موقع كل مشجع داخل الاستاد وتحركاته أيضا بدءا من دخوله منطقة الاستاد وحتى خروجه من البوابات المجهزة. وزارة الداخلية تهيب الجماهير بالالتزام بالروح الرياضية وبما يعكس قيمة وحضارة مصر وشعبها.
إذن لازلنا أيضا في ما يتعلق ببطولة الأمم الأفريقية، حيث تواصل وزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة استعداداتها لتأمين فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقرر انطلاقها غدا وتستمر حتى 19 من يوليو المقبل، حيث تقام مباريات البطولة في أربع محافظات هي القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس. دعونا نستعرض أهم الاستعدادات الأمنية في سياق التقرير التالي. أهم من اللاعب إزاي نقدم نفسنا للناس، أهم من اللاعب عندي وعند كل المصريين نقدم نفسنا لمصر وللناس في العالم اللي هتتفرج علينا إزاي. Bienvenue au cœur. هدفنا تسهيل الإجراءات لضيوف كأس الأمم الأفريقية. وعيك والتزامك سر نجاح البطولة. دورك في نجاح البطولة ما يقلش عن دور أي حد فينا. التاريخ مكتوب هنا، آثار بتجسد حضارة ساحرة. شجع وافرح بكل صحة. إذن للتعليق حول هذا الموضوع واستعدادات وزارة الداخلية لتأمين البطولة ينضم إلينا هاتفيا سيادة اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق. سيادة اللواء نرحب بك على إكسترا نيوز، وكيف ترى وتقيم استعدادات وزارة الداخلية لهذا الحدث الكروي الهام؟ أهلا بحضرتك، أهلا بكم أستاذ مشاهدينا. الحقيقة هذا الحدث القاري الضخم اللي كل العالم كله بينظر إلى بلدنا الحبيبة مصر من خلاله ومنظوره يلقي بأعباء ثقيلة جدا جدا على الأجهزة الأمنية بالطبع في الدرجة الأولى، وعلى وزارة الشباب واتحاد الكورة، وعلى الدولة المصرية كلها، وعلى المواطن المصري. يعني في المقام الأول المواطن المصري هو المستهدف، وهو كل الأجهزة دي بتعمل لتأمينه وتأمين أرواحه، تأمين دخوله في انسيابية وخروجه في انسيابية. دولة بتستخدم أحدث الطرق التكنولوجية وأحدث النظريات العلمية في تنظيم البطولات القارية العالمية. بنشوف أنظمة كتيرة جدا في حجز التذاكر وفي دخول البوابات وفي تحويل المرور وفي كل ده. يجب أن المواطن يعلم أن كل الإجراءات دي من أجل تأمينه هو، ومن أجل حمايته هو، ومن أجل صورة مصر، أن مصر قادرة، مصر الحضارة قادرة على إنجاح بطولة قارية بهذا الحجم وتأمين كل هذا الكم
من الملاعب ومن الفرق الصديقه الافريقيه الصديقه، ومن تامين الملاعب البديله ليها واماكن المتنزهات وجمهورها والكل دخولا وخروجا من ساعه حفل الافتتاح لغايه حفل النهايه. ان شاء الله نامل من الله ان الكل يساعد الاجهزه المنوط بها التامين حتى تخرج في ابهى صوره ولا يحدث اي اخلال بالامن فيها او ما يعكر الصف. تمام، رساله حضرتك بتوجهها للمواطنين لمساعده رجال الامن في سبيل تحقيق الامن والامان لكل الجماهير التي سواء المصريه او حتى الضيوف الذين اتوا لتشجيع منتخباتهم. عايز اقول لكل الساده المواطنين بالمقام الاول وطبعا كل الساده الضيوف ان كل هذه الاجراءات بتفرض من اجل توفير اكبر قدر ممكن من الحمايه والامان لسيادتك. عشان تقعد وانت بتتفرج على الكوره امن تماما من اي اخطار، فلابد ان تستجيب لهذه الاجراءات. الاجراءات دي فرضت لحمايتك وللتيسير عليك مش للتضييق عليك. يجب انك انت تكون عامل مساعد، وانا اعتقد الشعب المصري كله عارف هذا الكلام، وكل الاخوه انا قابلتهم وشفت ناس كتير جدا راحه، وكل الناس متفهمه وكل الناس عندها استعداد تولع صوابعها على 10 شمعه من اجل انجاح هذا العرس القروي القاري علشان خاطر الحفاظ على الصوره الحضاريه للشعب المصري. سياده اللواء، ايه الرسائل اللي ممكن توصل للمجتمع الدولي تحديدا الدول الافريقيه في حال نجاح هذه البطوله وتامينها بشكل لائق؟ ان القاره الافريقيه قادره اذا ارادت ان تنجح في تنظيم اي شيء. مصر باعتبارها في الدوره دي هي الدوله الرئيسه الاتحاد الافريقي، نظمت المؤتمر الافريقي لمكافحه الفساد ومنتدى الشباب الافريقي ومنتديات اقتصاديه عديده جدا، والحمد لله كلها نجحت، ومصر دوله افريقيه. تستطيع افريقيا القاره البك اللي مطمع كل القارات الاخرى ان تستفيد من ثرواتها وتقضي على الفساد اللي فيها، ويستفيد ابنائها من خيراتها بدلا من تصدير المواد الخام للغير واعاده استيرادها باضعاف اضعاف اثمانها، ومن اجل امن ورفاهيه المواطن الافريقي. نعم، بطبيعه الحال مصر قادره على تامين هذه البطوله وكل السدادات المشاركه في هذه البطوله والجماهير والضيوف الذين يتواجدون في مصر حاليا لتشجيع منتخباتهم. بطبيعه الحال هذه ليست المره الاولى التي تستضيف مصر بطوله الامم الافريقيه، لا تجارب كثيره ولا تجارب سابقه ولا خبرات سابقه في تامين الاحداث الرياضيه والاحداث سواء السياسيه او الاقتصاديه والمؤتمرات الكبرى. في كل الاحوال سياده اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخليه الاسبق، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل وعلى هذا التعليق. لازلنا أيضا مشاهدين أعزاء فيما يتعلق ببطولة الأمم الأفريقية، حيث أعلنت شركة تذكرتي والشركات الأمنية التابعة لها أعلنت أنها انتهت من كافة الاستعدادات الخاصة بالتنظيم والتأمين والإشراف الكامل على جميع الاستعدادات الستة المخصصة لمباريات البطولة في جميع الأدوار بالقاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد، ووضع مجموعة من المعايير العالمية لكل تفاصيل البطولة، وذلك بهدف تحقيق مستوى من الإنجاز يتجاوز ما تحقق في البطولات الدولية الأخيرة، ويمنح الشعب المصري كافة عناصر الأمان والأمن، وينهي إلى الأبد عصور الشغب والتجاوز، كما يعيد أفراد العائلة المصرية من جديد إلى مباريات الساحرة المستديرة. وفي هذا السياق تؤكد شركة تذكرتي على ما يلي: أولا، الاستعداد التام في جميع الاستعدادات بأجهزة الكشف عن بطاقة المشجع ومطابقتها مع التذكرة حتى لا يتم تسلل أي أحد غير معروف أو مشكوك في سلوكه أو لا يحمل بطاقة المشجع مع التذكرة المعتمدة الصادرة عن شركة تذكرتي. ثانيا، الاستعداد التام بالبوابات الإلكترونية الخاصة بكشف المعادن والمحظورات وغيرها من المواد الخطرة التي اعتاد مثير الشغب إخفائها في متعلقاتهم وتسريبها للاستعدادات بهدف تعكير صفو المباريات والخروج عن ضوابط الروح الرياضية. ثالثا، ولأول مرة في الملاعب المصرية، الاستعداد بأجهزة خاصة لكشف الشماريخ والألعاب النارية والصواريخ غير المسموح بها في المباريات الرياضية، والتي اعتاد مثير الشغب والمجموعات الخارجة عن الروح الرياضية استخدامها لإفساد المباريات وإظهار صورة سلبية لإدارة الاستعداد. رابعا، ولأول مرة أيضا سيتم تأمين الاستعداد وجميع مباريات البطولة باستخدام طائرات الدرونز للتعرف على وجوه المشجعين وتصويرهم ونقل صورهم إلى الإدارة المعنية بأمن الاستعدادات لمطابقة الوجوه مع قاعدة البيانات المثبتة والخاصة ببطاقات المشجعين. خامسا، ولأول مرة في مباريات البطولة يمكن تحديد موقع كل مشجع داخل الاستاد ومحيطه من المشجعين وحركته داخل الاستادات بدءا من دخوله منطقة الاستاد وحتى خروجه من البوابات المجهزة، وذلك بسهولة ويسر. سادسا،
إذ تتمنى شركة تذكرتي وشركات الأمن التابعة لها لمنتخبنا الوطنية تحقيق الانتصارات التي تسعد المصريين، فإنها تعد مجددا الشعب المصري العظيم بتنظيم مبهر لمباريات البطولة. تتقدم شركة تذكرتي بخالص الشكر والتقدير للجماهير المصرية الوفية التي أقبلت بأعداد كبيرة على حجز التذاكر الخاصة بمباريات بطولة الأمم الإفريقية المقامة في مصر، إيماناً منها بأهمية تشجيع المنتخب الوطني لكرة القدم في البطولة المقامة على أرضه ومساهمة في إنجاح هذا العرس الرياضي الكبير. وتعلن شركة تذكرتي أن الإقبال الكبير من الجماهير المصرية الوفية على حجز تذاكر المباريات أتى بنتائج فاقت جميع التوقعات، إذ نفذت بالفعل جميع التذاكر الخاصة بالمباريات الثلاث الأولى المقامة في الدور التمهيدي للبطولة. وإذ تجدد شركة تذكرتي شكرها وتقديرها الكبيرين للجماهير المصرية التي تساند المنتخب الوطني وجهود الدولة المصرية في إنجاح تلك البطولة العالمية، فإنها تعلن عن طرح التذاكر الخاصة بالأدوار التالية من البطولة، وهي دور الـ16 ودور الـ8 ونصف النهائي والمباراة النهائية الخميس المقبل. وتتعهد شركة تذكرتي ببذل أقصى جهد لتذليل الصعوبات أمام المشجعين المصريين والضيوف العرب والأفارقة لتسهيل عملية حجز تذاكر الأدوار التالية بالبطولة والحصول على بطاقة المشجع فان آي دي من خلال موقعها الإلكتروني. كما تؤكد شركة تذكرتي أن نظام حجز التذاكر المعتمد يراعي الشفافية وتكافؤ الفرص في الحصول على تذاكر المباريات من خلال القاعدة المتعارف عليها عالمياً، وهي أسبقية الحجز. المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أكد على ضرورة التزام المواقع الإلكترونية بالحقوق الحصرية للقنوات التي تملك الحق الحصري في تغطية وبث مباريات كأس الأمم الأفريقية وتدريبات الفرق وأماكن إقامة اللاعبين وتجمعات المشجعين. وشدد المجلس على أنه سيتخذ إجراءات قانونية وحازمة وحاسمة تجاه أي موقع يخرق المعايير التي تبدأ من فرض الغرامات وتصل إلى الحجب. وكان المجلس قد تلقى طلب من القنوات المالكة لحقوق بث المباريات وهما تايم سبورتس وأون سبورت، طالبت فيه المجلس بحماية حقوقها الحصرية في هذا الصدد، خاصة حقوق التصوير الخاصة بكواليس المباريات أو التصوير داخل الاستادات وأماكن إقامة اللاعبين ومناطق تواجد المشجعين. وناشد المجلس جميع النقاد والمحللين ومقدمي البرامج الرياضية بضرورة الالتزام بتوفير المناخ اللازم لإنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير، والعمل على تجاوز الخلافات والخروج بالشكل المشرف الذي يليق بمكانة مصر التي تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي، ومن ثم ينعكس إيجابيا على صورة مصر على كافة الأصعدة. حول بطولة كأس الأمم الأفريقية، أيضا نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انفوغراف سلط فيه أو من خلاله الضوء على أبرز المعلومات بشأن بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر والتي ستنطلق غدا، ونرصد في العرض التالي أبرز المعلومات التي جاءت بتقرير المجلس.
إذن كان ذلك كل ما لدينا حول الأخبار المتعلقة بكأس الأمم الأفريقية والتي سوف تنطلق غدا في تمام 10:00 مساء بمباراة مصر وزيمبابوي. نتمنى التوفيق ونجاح للمنتخب المصري. في شأن آخر، أعرب سامح شكري وزير الخارجية عن بالغ استنكاره للتصريحات المتكررة والتي وصفها بغير المسؤولة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم أنه اتصالا بالتصريحات الأخيرة للرئيس التركي أردوغان أمس والتي تدخل فيها بشكل سافر في شأن وفاة محمد مرسي من خلال ادعاءات وهي تتضمن التشكيك في وفاته الطبيعية، بل والاتهام بقتله والتلويح بإثارة الأمر دوليا وغير ذلك مما تفوه به من تجاوزات فجة في حق مصر. أعرب وزير الخارجية السيد سامح شكري عن بالغ استنكاره للتصريحات المتكررة الغير مسؤولة للرئيس التركي حول مصر والتي لا ترقى لمستوى التعليق الجاد عليها، مؤكدا على استعداد مصر للتصدي لأي تهديدات وإن كانت جوفاء ولا تقيم لها وزنا. وأكد شكري على أن الأمر بات مكشوفا يوما بعد يوم من حيث رغبة أردوغان في التغطية على تجاوزاته الداخلية والدخول في مهاترات عبثية لخدمة وضعه الانتخابي والعمل حصرا نحو اختلاق المشاكل، مشددا على أن مثل هذا الكلام المرسل الذي يملأ به خطاباته وتصريحاته لا يعكس سوى حقيقة ارتباطه العضوي بتنظيم الإخوان الإرهابي في إطار أجندة ضيقة من أجل النفوذ واحتضان ونشر الفكر المتطرف الذي صاغته جماعة الإخوان الإرهابية واعتنقته القاعدة وداعش وغيرها من المنظمات الإرهابية، والذي وظف ليؤدي إلى استشراء النزاعات وإزهاق أرواح الأبرياء، فضلا عما يمثله هذا النهج وهذه التصريحات المرفوضة من تدخل سلبي في الشؤون الداخلية لدول المنطقة. وأكد وزير الخارجية على أن هذا السلوك من جانب أردوغان ينم عن حقد دفين تجاه ما يحققه الشعب المصري وقياداته من مكتسبات ونجاحات متنامية على كافة الأصعدة، مشددا على أن تلك التصريحات تنطوي على افتراء واضح لا يعدو كونه مصدرا للتندر والسخرية، فالأمر برمته يضاف إلى قائمة التجاوزات الكثيرة التي لا تليق بمكانة الشعب التركي الشقيق. في خبر آخر، رفضت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التصريحات التي أدلى بها رئيس تركيا رجب طيب أردوغان والتي تعد تدخلا سافرا وغير مقبولا في الشأن المصري الداخلي، كما تصفها بغير المسؤولة والمعتادة من نظام يدعم العنف والإرهاب ويحاول تضليل الشعب التركي والتخفي خلف رداء ديمقراطية ثبت للعالم أنها مزيفة وغير حقيقية ويتم انتهاكها من حين لآخر. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أكدت أن احترام سيادة الدول هو مبدأ الدول التي تحترم حق الشعوب، وأن الشعب المصري الذي ثار على حكم الجماعة الإرهابية يرفض محاولات الوصايا من قوى الإرهاب ومن يمولونه والذين يروجون الأكاذيب حول مصر وشعبها. كما تؤكد تنسيقية على أن استمرار نهج العداء من نظام أردوغان تجاه مصر وشعبها هو رهان خاطئ ومتاجرة رخيصة لن يقبلها الشعب المصري، وأن مصر تنهج دائما سياسة الاحترام أو احترام إرادة وسيادة الشعوب، وفي هذا فإن مصر بلد يدرك مسؤولياته تجاه حق الشعوب وتؤكد احترامها الدائم للشعب التركي الذي لا يحترمه أردوغان ويمارس باسمه عمليات إيواء الإرهابيين ويخاطر بمصالح شعبه ومستقبله وفاء لجماعة إرهابية فضل مصالحها على مصالح الشعب التركي. لازلنا فيما يتعلق بالأخبار وبشأن التركي، حيث تعرض مؤسس حزب الخير التركي من قبل مجموعة من 8 أشخاص في بليك دوزو التركية اليوم، ورجل الأعمال التركي هو أحد داعمي أكرم إمام أوغلو ومرشح المعارضة على منصب رئاسة بلدية اسطنبول، وتأتي محاولة الاعتداء عليه ضمن مسلسل قمع الحريات والتضييق على المعارضين في تركيا، وهي السياسة التي يتبعها أردوغان مع من يختلف معه. وكشفت لقطات الاعتداء على بوزغورت التي نشرتها عدة مواقع إخبارية تركية ظهوره وهو يعاني من إصابات عنيفة في وجهه وسحله في الشارع ليتم نقله إلى المستشفى حيث يتلقى العلاج.
إذا لمزيد من التعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ شريف سمير الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام. أستاذ شريف نرحب بك على إكسترا نيوز. وليس هذا هو الاعتداء الأول الذي يمارسه النظام التركي بحق معارضين، تعليقك على هذا الحادث الأخير. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا الاعتداء أو هذا الحادث يبرز مدى التصدي والتخبط الذي تعاني منه الحكومة التركية وما الذي أصاب النظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرا. هو يحاول بقدر الإمكان أن يحافظ على السلطة بعد أن احتكرها منذ أن تحول النظام من نظام برلماني إلى نظام رئاسي. يحاول أن يقمع جميع الخصوم وجميع أشكال المعارضة، وأعتقد أن هذه الوسيلة تعجل بسقوطه بشكل أو بآخر إن لم يكن آجلا فآجلا. وأعتقد أن طبعا صورة النظام الأردوغاني أصبحت الآن مهتزة جدا أمام العالم، لأنه هو بيدعي أنه يحمي الحريات ونظام ديمقراطي ويقدس حرية الرأي والتعبير، بينما هو يتورط في قمع رموز المعارضة. وهذا ما تدل عليه حالات الاختفاء القسري وحالات الاختطاف التي تزايدت وتصاعدت بعد انقلاب يوليو في 2016. برأيك أستاذ شريف، يعني مع اقتراب موعد الانتخابات أو عادة الانتخابات في اسطنبول سوف تتكرر هذه الحوادث؟ طبعا لا أستبعد أبدا تكرار هذه الحوادث، لأن هذا يعبر عن أسلوب ومنهج في السلطة ومنهج في التعامل مع المعارضة والتعامل مع حرية التعبير. وأعتقد أن أردوغان لجأ لمثل هذه الأساليب بعد أن ضمن أن يكون هناك أرضية شعبية له من خلال احتكاره للسلطة منذ 2002 وهو متواجد في السلطة وفي بؤرة الضوء لما على مدار أكثر من 17 عاما. هذه السلسلة تتكرر لأنه يحاول جاهدا أن يحتفظ بالسلطة بشكل أكبر، يحاول شهوة السلطة الحقيقة تسيطر عليه، بالإضافة أنه هو هذا ما يفسر برضو لجوءه إلى بعض الإجراءات أو السياسات الخارجية من خلال اصطدامه بالولايات المتحدة الأمريكية، من خلال الحرب التجارية بينه وبين أمريكا، من خلال تورطه في حروب الوكالة في الشرق الأوسط ليحقق انتصارات خارجية يعوض بعض الإخفاقات أو بعض التراجع الذي أصاب الاقتصاد التركي بشكل أو بآخر. فأنا لا أثبت أبدا أن تكرار مثل هذه المشاهد، وخصوصا بأن نتيجة انتخابات بلدية اسطنبول لم تحسن حتى هذه اللحظة. وهل تؤثر هذه الأحداث على الانتخابات وعلى نتيجة بلدية اسطنبول؟ أتوقع أن يكون هناك فوز من نصيب أكرم إمام أغلو منافسه في اسطنبول وإعادة تفوقه مرة أخرى، لأن ما حدث الآن جسد صورة مهتزة جدا لدى أردوغان وأتاح الكثير من الثقة. ولكن لابد أن نكون موضوعيين عند قراءة المشهد، لا نستبعد أيضا أن يكون هناك شبهة تزوير أو تلاعب في النتائج للاحتفاظ ببلدية اسطنبول، خصوصا وأنها رئة اقتصادية مهمة جدا في تركيا ولن يفرط فيها أردوغان وأنصاره بشكل أو بآخر. فلا طبعا يعني نقدر نقول أن نتيجة انتخابات بلدية اسطنبول المقررة 23 يونيو الجاري ستكون هي يعني الإجابة الحاسمة عن شكل وطبيعة الأوضاع السياسية في تركيا في الآونة المقبلة. أستاذ شريف سمير الكاتب الصحفي في جريدة الأهرام، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل وعلى هذه المداخلة. إذن الخبر الأخير لدينا، التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم وزير خارجية إثيوبيا، وذلك على هامش اجتماع المتابعة الوزارية للشركاء الإقليميين للسودان في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث تناول اللقاء تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين ومفاوضات سد النهضة. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية نقل خلال اللقاء تعازي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس الوزراء الإثيوبي في وفاة والده، كما أكد تطلعه للعمل مع وزير الخارجية الإثيوبي الجديد من أجل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات. المتحدث باسم الخارجية أوضح أن الجانبين أكدا خلال اللقاء حرصهما على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المصرية المباشرة في إثيوبيا، بما يرقى لتطلعات شعبي البلدين الشقيقين. ومن جانبه أكد وزير الخارجية الإثيوبي على أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين وتطلعه للتعاون مع مصر من أجل تطوير العلاقات الثنائية لآفاق أرحب في كافة المجالات. وأضاف المتحدث أن الوزيرين ناقشا تطورات مفاوضات سد النهضة، وأكد الوزير شكري على أهمية الإسراع بوتيرة المفاوضات وضرورة الالتزام الأمين بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه،
كما أكد الوزير شكري على نية مصر توجيه الدعوة لعقد الاجتماع السداسي الذي يضم وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وأثيوبيا في أقرب فرصة مواتية تنفيذا لتوجيهات زعماء الدول الثلاث، وذلك لمواصلة المفاوضات حول سد النهضة وبما يؤمن مصالح مصر والسودان المائية ويحقق التنمية لإثيوبيا. مشاهدينا الأعزاء، نذهب إلى فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال باقي فقراتنا من هذه الحلقة. مجدد تحية بكم مشاهدينا الأعزاء، ونقاشنا الرئيسي الأول من حلقة اليوم والذي يدور حول الانتهاكات التركية للمياه القبرصية في إطار تنقيبها عن ثروات الطاقة في الشرق المتوسط والتي أثارت كثير من الغضب لدى الدول الأوروبية خلال الأسابيع الأخيرة الماضية. أرحب بضيفتي هنا في الاستوديو الدكتورة سارة كيرا المتخصصة في الشؤون الأوروبية. أهلا بحضرتك دكتورة، شرفتينا. أهلا بك. أهلا بحضرتك. اسمح لنا دكتورة سارة قبل ما نبدأ وننطلق في هذا النقاش حول تركيا وانتهاكاتها للمياه القبرصية، نستعرض أهم اكتشافات الطاقة في الشرق المتوسط في هذا العرض. دكتورة سارة، زي ما شفنا في هذا العرض منطقة شرق المتوسط هي منطقة وفيرة بالغاز الطبيعي، لماذا تركيا تصر على أخذ نصيب ولو أنوى ولو بغير من غير حقها من هذه المنطقة بالغاز الطبيعي؟ مؤخرا تعدت على سيادة قبرص وعلى أراضي قبرص الاقتصادية. الاتحاد الأوروبي حذر أردوغان وحذر تركيا من التمادي في أفعاله، لكنه يصر على الدخول في المياه الإقليمية القبرصية والتعدي على سيادتها. الانتهاكات التركية للمياه الإقليمية في خاصة في بحر إيجا الفاصل ما بين الحدود اليونانية والحدود التركية، تركيا لم تمضي على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بالضبط، ومضت عليها اليونان، فبقى يحق وفقا للقانون الدولي، قانون الدولي للبحار، لليونان 12 ميل في بحر إيجا. ده حق من حقوقها، ده مياه اقتصادية، ده وفقا للقانون الدولي. تيجي تركيا تقولك انا لا لا لا, لا اعتد بالقانون الدولي في هذا المجال لان انا ما مضيتش على الاتفاقية، وبعدين تدعي ان لليونان 43% من البحر. طيب اليونان تقول انا هتجه للمحاكم الدوليه، تقول لا نرجع للمفاوضات نرجع لطاوله المفاوضات. هو في اسباب سياسيه واسباب اقتصاديه. الاسباب الاقتصاديه ان تركيا بقى لها فتره سنه ونص تقريبا بتعاني من كساد اقتصادي وازمه اقتصاديه كبيره، وحجم تضخم 20% وبطاله 13.5% وزياده اسعار 25%، فالازمه الاقتصاديه سببت حاله من الهلع
عند الأتراك وبقت تتجه في جميع الاتجاهات للحصول على أكبر قدر من الثروات وأقربهم بحر إيجا مع حدودها مع اليمن. يعني من حق تركيا من حق تركيا كما من حق أي دولة أنها تستفيد من الثروات الطبيعية، لكن بالقانون وبالتفاوض وإذا كان لها حق في الحصول على ذلك. لكن احنا ما شفناش أي دولة تأخذ هذه الحقوق عنوة أو عافية أو عن طريق الآلة العسكرية. لا خلاص ترسم حدودها، تعمل ترسيم حدود، تمضي على الاتفاقية المنظمة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، تمضي عليها وتنظم وترسم حدودها ما بينها وما بين دول جوارها. لكن السياسات الاستفزازية وسياسة لوي الدراع اللي بتمشي بيها مع أوروبا ومع دول الجوار، سياسة تنتهكها تركيا كل ما تواجه أزمة اقتصادية. فخلاص نعمل ترسيم حدود، تمضي على الاتفاقية. طب ليه مش عايز تمضي على الاتفاقية؟ عشان تفضل ما لهاش حدود وتتخذ من المياه الإقليمية كما يحلو لها. طب وحق اليونان، طب دلوقتي اليونان مصرة ان ليها 12 ميل ووفقا للاتفاقية اللي هي مضي عليها وتنفذها، يبقى ليها 12 ميل فعلا. طيب الاتحاد الاوروبي حذر تركيا واردوغان من التمادي في مثل هذه الافعال، ايه الاوراق التي يملكها الاتحاد الاوروبي والدول الاوروبيه لوقف اردوغان عن افعال الاستفزازيه في المياه القبرصيه واليونانيه؟ هي تركيا بتمارس سياسه ضغط على الاتحاد الاوروبي، خاصه ان هي دلوقتي بتعمل تغير جيوسياسي لها في السياسات الامنيه والدفاعيه بالاخص، وتتجه اكثر لروسيا في السياسات الدفاعيه وفي اقتصاديا كمان في ملف الغاز. فاتجاه تركيا لروسيا وشرائها منظومه الدفاع الصاروخيه S-400، وكمان في دلوقتي مفاوضات على S-500 من روسيا، ده بيهدد اوروبا بشكل مباشر، لان اوروبا لن ترغب في ان تكون روسيا داخل دوله عضوه في الاتحاد في الناتو، منظمه الناتو. من بنود من اهم بنود منظمه الناتو هي دعم قيم الديمقراطيه والتعاون الامني والدفاعي للحد من النزاعات بين الدول الاعضاء. طيب تركيا ما بتعملش ده دلوقتي، ولا بتدعم القيم الديمقراطيه في شانها الداخلي، ولا بتحد من النزاعات. فهي لو جينا قلنا الناتو هياخد صف مين؟ هياخد صف اليونان. التحذيرات اللي وصلت لتركيا كانت بسبب في مناوشات عسكرية حصلت كتير من السنة اللي فاتت ما بين الجانب التركي والجانب اليوناني، تم التحذير من التعامل مع روسيا في شراء منظومة الدفاع الصاروخية، وتم تحذيرها من المناوشات العسكرية اللي بتتم في حدودها مع اليونان، تم تحذيرها من التعدي على المياه الإقليمية لليونان. هي بتمشي تركيا تحت نظامها الحالي بسياسة لوي الدراع، أنا عندي أزمة اقتصادية وأنا ملف لاجئين شايلاه عن أوروبا كلها، وأنا هعمل اللي أنا عايزاه. فممكن الرد الأوروبي يكون تركيا ليها وضع مميز الحقيقة مع الاتحاد الأوروبي في السوق المشتركة. الاتحاد الأوروبي ليها اتحاد جمركي، في مفاوضات، هل يمكن أن يكون هي عمرها ما هتدخل الاتحاد الأوروبي؟ لكن وقف المفاوضات الاتحاد الجمركي ده ممكن يكون هي اوريدي في اتحاد جمركي، يعني ممكن. طب ممكن يعني ممكن الاتحاد الأوروبي يبتدي يفرض قيود على بعض السلع اللي بتدخل أوروبا من تركيا. يعني دي ممكن تكون تبتدي ورقة. في حاجة كمان، أمريكا الولايات المتحدة هتدي للناتو منظومة الدفاع الصاروخية F-35 لكل الدول، وده هيعمل عدم اتزان في ميزان القوى التركية. هتبقى كل الدول الأعضاء في الناتو عندها منظومة دفاع صاروخية أمريكية ما عدا تركيا، فهتقل بميزانها. فدي ورقة ضغط بالنسبة لها على فكرة. يعني هي مش عايزة تشتري، بس هي بتضغط، هي بتتجه لروسيا لأسباب تانية، فيها أسباب سياسية، فيها أسباب إن النظام الحالي التركي بيتهم واشنطن بإنه كان بيدعم محاولة الانقلاب عليه في 2016،
وان هما مخليين جولن عندهم لغايه دلوقتي في بنسلفانيا ومش راضيين يسلموه. فهي اوراق ضغط كلها وكلها مشتركه، يعني كلها بتصب في بعض. فممكن فعلا الاتحاد الاوروبي يتخذ خطوات بان يفرض بعض القيود على السلع التركية، لان تركيا كمان لم ترتقي ان هي تبقى في الاتحاد الاوروبي، هي مش في الاتحاد الاوروبي. ففعلا ممكن يتم الضغط عليها بتغيير بعض بنود الاتحاد الاوروبي. مفاوضات مجمده في دخولها الاتحاد، بشان دخولها الاتحاد. لا هم عمرهم ما هيخشوا الاتحاد الاوروبي، لكن على الاقل مفاوضات نظريا يعني هي مجمده. طيب برغم كل هذه التحذيرات الأوروبية، لكن تركيا يبدو أنها تتجاهل هذه التحذيرات. هل هناك بعض الدول داخل الاتحاد الأوروبي ربما تتساهل مع تركيا في هذا الأمر فيما يتعلق بالاستفزازات التركية في المياه في شرق بحر المتوسط؟ هي تركيا مستفزة جميع الدول الأوروبية لأسباب اللي ذكرتها لحضرتك، وخاصة إن هم اعتدوا كمان على سفينة حفر إيطالية تبع شركة إيني الإيطالية. لكن ممكن اللي تكون بمثابة الفاسيليتيتر أو تتقرب شوية من وجهة النظر التركية ألمانيا، نظرا للجليل. لكن في خلافات عميقة بين تركيا وألمانيا، على الأقل تركيا والنظام التركي الحالي. بس عندهم جالية كبيرة جدا. تركيا بتأثر في الانتخابات، تستخدمها كورقة ضغط. بالضبط. لا، وفي حاجة تانية، اليونان وتركيا الاتنين مقبلين على انتخابات. فالورقة دي ورقة مين اللي يحظى بالثروات الأكثر من شرق المتوسط، برضو هيستخدموها النظامين إذا سواء في اليونان ولا تركيا في لمحاولة يعني إن هم يحققوا مكاسب سياسية في الانتخابات القادمة. بس مش هيكون في مواجهات عسكرية لأن الاثنين أعضاء في الناتو، ده صعب جدا. ناتو اعتقد هياخد، وده بان في ان تركيا حذرت من عسكرة الجزر الصخرية اللي ما بينهم على الحدود في بحر ايجا، والاتحاد الاوروبي دعا ان يكون فيه مناورات للناتو اكتر في المنطقة دي. يعني هل تتوقعين دكتورة سارة يكون في رد عسكري من الناتو؟ لا، ولا بتستبعدي؟ مش مفيش عضو في الناتو، يعني هما الاثنين اعضاء في الناتو. فالناتو مش هي يضرب دوله عضوه فيه، لان ده ضد اصلا الميثاق بتاع المنظمه نفسها. لكن هيستخدموا اساليب ضغط زي اللي بيحصل النهارده، ان في قواعد بتزيد في اليونان، وفي يعني في زي ظهير من الناتو لليونان اكتر، وده تركيا ردت عليه وعملت تصريح عليه ان اليونان بتستقوى بالناتو ضدنا، مع ان تركيا كمان عضوه فيه. بس مش هيتم الهجوم، هي المناوشات اللي ما بينهم العسكريه دي، يحصل ضرب طياره من هنا، يحصل ضرب عسكري من هنا، دول يقبضوا على اتنين من هنا، دول يضربوا سفينه هنا، دي هيكون يعني اقصى رد فعل عسكري يعني ممكن ان يحدث. طيب ونحن نتحدث عن حلف الناتو، الولايات المتحده كيف تراقب، كيف تنظر الى هذه الازمه؟ هي تركيا في أزمة استراتيجية دلوقتي، بس تاني هرجع أقول لحضرتك إن هي بتستخدم سياسة لوي الدراع. تركيا عشان مش عضو في الاتحاد الأوروبي، فالبنك المركزي الأوروبي مش بيساعدها، مش زي ما حصل في اليونان البنك المركزي الأوروبي وحصلت الترويكا وساعدوهم ودوهم منح على 3 مرات عشان يطلعوا من الأزمة اللي هم فيها. فتركيا شايفة طيب أنت، أنا مش عضو في الاتحاد الأوروبي ومنعزلة حاليا، وفعلا تركيا منعزلة حاليا. أوكي، حلفائها كلهم غضبانين عليها. طيب أنا هاخد ده بلوي الدراع، أنا هاخد الثروات دي عشان عندي أزمة ومحدش بيساعدني وما عنديش أي مميزات. أنا ما عنديش مميزات إني في, في, في الاتحاد الأوروبي، ولا الاتحاد الأوروبي ينفع يساعدني، فأنا هاخد المنطقة دي عنوة. حاجة تانية، تركيا عندها جبهة مفتوحة مع الأكراد في سوريا، فهي مش هتفتح جبهة تانية. الولايات المتحدة وتركيا مش متفقين في ملف الأكراد، فكل ده بيسبب بعد في وجهات النظر ما بين الجانب الولايات المتحدة وتركيا. الولايات المتحدة شايفة ده ازاي؟ الولايات المتحدة أعتقد أن هي لغاية دلوقتي
صبرة على تركيا، ولكن أعتقد أن هي لو زاد التوتر وحصل تصعيد أكتر من كده هيكون في ضغط أو تهديد بعقوبات من الجانب الأمريكي، لأن خاصة دلوقتي الولايات المتحدة تحت ولاية ترامب هي شديدة وصارمة وبتنتهج مصلحتها البراجماتية جدا في المناطق، والمنطقة دي مهمة جدا بالنسبة للولايات المتحدة، ومش هتسمح ان تركيا تصعد اكتر من كده. فممكن اعتقد يعني هيكون في نوع من انواع الاتفاقات الاقتصادية اللي تعوض تركيا دلوقتي شوية، يعني هيرجعوا تاني لطاولة المفاوضات لان مش هيحصل اكتر من كده مواجهات. يعني مؤخرا لاحظنا ان تركيا تتجه ناحية روسيا حتى ولو قليلا، حضرتك شايفة أن ممكن روسيا بتستخدم تركيا في الضغط على المجموعة الأوروبية، في الضغط على الولايات المتحدة؟ روسيا بتستخدم تركيا في مد نفوذها الاستراتيجي في المياه الدافع. الاتحاد الأوروبي في موقف لا يحصد عليه دلوقتي، عنده بيواجه البريكزيت، بيواجه أزمة القرب، بيواجه تركيا كل شوية بتلوي دراعه، صعب المتطرف صعود اليمين متطرف، يعني هي بالنسبة لهم مش مشكلة، يعني دي من وجهة نظرهم هم مش مشكلة، غير طبعا لبعض المنحازين للاتحاد الأوروبي البان يوروبيان موفمنتس، الحركات البان يوروبيان وكل ده، طبعا دي بالنسبة لهم مشكلة. لا أنا بتكلم على الأزمات الحدودية. سبب اشتعال أزمة الكرم أصلا أن كانت روسيا مش عايزة الناتو يجي على حدودها. لما أوكرانيا قدمت طلب بالانضمام للاتحاد الأوروبي دخلت روسيا وخدت منها الكرم وعملت تغيرات في الشكل في المشهد السياسي في أوكرانيا. فالنهاردة أعتقد أن دي خطوة استباقية من روسيا، يعني أنتوا كنتوا جايين لي على الحدود، طب أنا اللي جاي لكم. سبب بقاء اليونان في الاتحاد الأوروبي مع ان كان فيه كلام كتير وأبحاث كتير ماشية ناحية ان هما يطردوا اليونان من الاتحاد الأوروبي، كان سبب تقديم روسيا لمساعدة اليونان. لا هي معقول يعني روسيا هتقرب مننا قوي كده؟ لان روسيا تعتبر بعبع للاتحاد الأوروبي، لان هي اصلا يعني حتى من ناحية الجغرافية هي مساحتها 3 أضعاف أوروبا، وهي لوحدها قوة كبيرة جدا. فلا الناتو أو الاتحاد الأوروبي عايز روسيا على حدوده، ولا روسيا عايزة الناتو على حدودها. فخطوة استباقية من روسيا إن هي تستبق زي ما أنتوا كنتوا جاي لي أنا جاي لكم، وبتجذب إليها اللي مصلحتهم معاها. فتركيا شايفة دلوقتي إن هي مصلحتها مع روسيا، وممكن فترة شهر العسل في العلاقات التركية الروسية دي تخلص بباتر ديل أو اتفاق أحسن مع الجانب الأمريكي. بس هي لغاية دلوقتي شايفة تركيا، وده بالنسبة لروسيا ده مد نفوذ ناحية الاتحاد الأوروبي. طيب دكتورة سارة، ده سؤال افتراضي، هل يمكن أن تتخلى المجموعة الأوروبية الدول الأوروبية عن قبرص واليونان، وممكن أن تفكر في أن ما يجمعها مع تركيا أكبر مما يجمعها مع اليونان وقبرص؟ لا يعني مستحيل، ما يجمع الاتحاد الأوروبي مع قبرص واليونان أكبر بكتير من ما يجمعه مع تركيا. يعني تركيا الشريك التجاري الخامس للاتحاد الأوروبي، ولكن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لتركيا. فتركيا هي اللي محتاجة الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي ممكن يعني الاتحاد الأوروبي بيسموه في 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 أروقة المؤسسات الأوروبية النادي المسيحي، أو النادي زي ما بيسموه الأتراك الرومي. فهم عمرهم ما يدخلوا تركيا، دي كانت بتتقال كده في الندوات صريحة جدا، عمر ما تركيا شريك استراتيجي، عضو في الناتو، شريك تجاري مهم، حدودها مهمة جدا معانا، يعني بافرينج زون ما بيننا وما بين شمال أفريقيا والبالكان، ومهمة جدا ليهم في الناحية دي، بس هي خلاص واقفة هناك ملهاش أهمية أكتر من كده. قبرص واليونان أهم بكتير الاتحاد الأوروبي من حتى من الناحية الأيديولوجية. وبعدين الاتحاد الأوروبي استثمر كتير
في اليونان، في خروج اليونان من الازمه. ده الترويكا دي كانت مشكله كبيره والضخ فيها في كميه فلوس كبيره جدا، فمستحيل يستغنوا عنها حتى لو هي مش شريك تجاري مهم، لان اللي بيضم الاتحاد الاوروبي واللي بيكون الاتحاد هو ايديولوجيا اكبر يعني من 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 ما هي مصالح. طيب البعض بيرى أن هذه الأزمة هي محاولة من تركيا لتصدير أزمتها الداخلية إلى الخارج. في الداخل هناك زي ما حضرتك قلتي هناك أزمات اقتصادية، هناك أزمة سياسية، هناك أزمة انتخابية تحديدا ما يتعلق في بلدية إسطنبول. حضرتك مع الرأي القائل بأن النظام التركي الحالي يصدر مشاكله الداخلية خارجيا؟ هو بيغطي عليها، يعني هو فعلا عنده مشاكل داخلية كبيرة جدا، فلما بيضغط في الخارج الخارج يبتدي يغض بصره عن ما يحدث بالداخل. فهي لعبة يقوم بها عادة النظام التركي، صدر مشاكله لبره عشان يغض البصر عن ما يتم بالداخل. يعني ليه مثلا عايزين يعيدوا انتخابات بلدية اسطنبول؟ مش قادرين يتحملوا الخسارة، مش قادرين يتخيلوا ان هم خسروا بلدة بهذه الأهمية. طب احنا هنعيد الانتخابات، فقبل ما حد يقول لنا اي حاجة احنا نطلع نصدر. فعلا بيصدروا مشاكلهم لبره بس بشكل تاني طبعا. طب هل ممكن يكون في موائمة سياسية ربما بين الاتحاد الاوروبي وتركيا، خصوصا ما يتعلق بدخول تركيا في الأزمة السورية، في وجود قوات تركيا في العراق، في يعني مشاركتها وتمويلها الإرهابيين في الأزمة الليبية؟ الأزمة السورية يعني عموما هي مشاركة في ليبيا، يعني دخلة في ليبيا، دخلة في سوريا، دخلة في العراق، دخلة في مناطق مختلفة من العالم العربي ومن الأزمات الموجودة في العالم العربي. هل من الممكن أن يكون مثل هذه المشكلة المائية أو حول الثروات الموجودة في شرق المتوسط من الممكن أن يحدث حولها موائمة سياسية ربما مع تركيا مع الاتحاد الأوروبي؟ هو ده حصل قبل كده، بس الاتحاد الاوروبي خلاص سئم من يعني زهق من ان تركيا في كل مرحله او كل ما يكون عندها مشكله كبيره تصدرها للاتحاد الاوروبي وتفرض املاءاتها وانا عايزه كذا وانا عايزه كذا، لان زي ما قلت لحضرتك هم بيعتبروها بافرنج زون. يعني هي خدت في مشكله اللاجئين اموال طائله من الاتحاد الاوروبي بحيث ان اللاجئين ما يتصدروش لاوروبا، وده ما كانش كفاية. وفعلا أوروبا بتواجه مشكلة كبيرة جدا دلوقتي مع اللاجئين. فالمؤامرة هتكون في إيه؟ خلاص مفيش يعني مفيش ملفات. على سبيل المثال احنا بنفترض يعني أن تحل المشكلة وديا مع قبرص واليونان في مقابل أن الاتحاد الأوروبي يعني يوافقوا على طلبات تركيا فيما يتعلق بالأكراد أو بالأزمة السورية. هي هتتحل وديا، هتتحل وديا، ولكن ايه اللي هيكون على طاولة المفاوضات والسيتويشن هيكون عامل مين ومين هيطلع بمكاسب اكتر؟ دي لسه هنشوفها في الايام الجايه، لان دلوقتي الصراع محتد ولسه ما تجمعوش على طاولة المفاوضات. اعتقد ان على طاولة المفاوضات هيكون في ملفات زي ما حضرتك قلت تخدم الصالح التركي بس تخدم كمان الصالح الاوروبي والولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة ليها مصالح في المنطقة دي، وأوروبا يعني ما أعتقدش إن هي هتوافق يعني على طلبات على طول المفاوضات واحدة. من الأقوى على الأرض؟ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة طبعًا. هو اللي هيفرض شروطه؟ طبعًا. بس تركيا هتحاول تعافر زي ما بيقولوا وهتطلع. هي دايمًا تعمل كده، يعني دايمًا تعمل. في أزمة اللاجئين برضو راحت مطلعة 100,000 لاجئ تقريبا على اليونان، راحوا بعت لها فلوس على طول، خدت الفلوس سكتت خلاص، راحت عامله مخيمات اكتر. فهي دايما تعمل سياسه لوي الدراع دي. في هذا الصراع هم لسه ما قعدوش اصلا، يعني لسه ما قعدوش على طول. هم اجتمعوا بالجانب اليوناني، كان في اجتماع فات وكان في جوله ثانيه، لسه ما تفاوش ولسه ما شافوش ايه الملفات اللي هتتحط. بس طبعا هتحاول تطلع بشويه مكاسب اقتصاديه، يعني عشان يعني دي السياسه اللي دايما اردوغان والنظام التركي الحالي هو بيتبناها، افتعال المشكلات لو الدراع افتعال المشكلات في الخارج حتى يتم
النظر او يتم قبول بعض الطلبات في بعض الازمات التي تهتم بها تركيا. دكتوره ساره، حضرتك زي ما قلتي ان تركيا حاليا محاصره سواء من الاتحاد الاوروبي من حدودها سواء في الجنوب سوريا العراق وغيرها في كثير من الازمات التي دخلت فيها تركيا مؤخرا، الا تستفيدوا من كل هذه الازمات اللي بيحاول اردوغان افتعالها مع جميع الدول المحيطه بها. بالنسبه لسوريا، هي سوريا طبعا عمق استراتيجي بالنسبة لتركيا، وغير كده ملف الأكراد طبعا بيسبب صداع كبير لتركيا بحيث انهم عايزين يستقلوا. مفيش اتفاق ما بين الولايات المتحدة وتركيا في هذا الملف لسه، فأعتقد ان يعني لما يقعدوا على طاولة المفاوضات هتبقى احدى الملفات المهمة لدى الجانب التركي على اول اولوياته. دي حاجة هتحاول يعني دي حاجة مهمة ليها سياسيا، هتحاول تاخد فيها مكسب. طبعا الأكراد هي رافضة تماما ان هم يستقلوا او ياخدوا قطعة من الارض، لان لو خدوا قطعة من الارض مش هياخدوا من سوريا بس، هياخدوا من عندهم هم كمان من تركيا. فده بالنسبة لهم مش هيحصل، واعتقد ان ليهم حق في ده. يعني ما فيش حد بيرضى ان يعني يتقطع حتة من ارضهم او كده. فهتحاول تعوض ده بالاقتصاد، هي هتحاول تطلع بمكاسب اقتصادية، واعتقد ان هي هتقدر في المفاوضات على الجانب اليوناني. اذا ما تمادت تركيا في هذه الاستفزازات في مياه شرق المتوسط، من المتوقع ان الاتحاد الاوروبي سيفرض عقوبات اقتصاديه عليها، بالاضافه الى العقوبات الامريكيه التي من المتوقع ايضا ان تفرض على امريكا بخصوص اس 400. هل تتحمل تركيا هذه العقوبات الاقتصاديه بالنظر الى ما يحدث في تركيا بالداخل حاليا من وجود اصلا ازمه اقتصاديه؟ لا، ما تستحملش طبعا. بس الصداع اللي مسبباه تركيا دلوقتي للولايات المتحده ولاوروبا هو عشان تطلع بمكاسب اقتصاديه. فهي هتطلع بمكاسب اقتصاديه، هيتم الاتفاق ما بينها وما بين الجانب اليوناني. حتى لو ما مضتش على اتفاقيه الامم المتحده للقانون البحار. بس هيتم اقتصام الثروات بما يرضيها، وهو ده فعلا اللي هي عايزاه. وهيمتثل ليها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده في مقابل الاتفاق في بعض ملفات اخرى منها الازمه السوريه. طبعا موضوع منطقه شرق المتوسط، يعني اليونان في امس الحاجه او قبرص في امس الحاجه للثروات الموجوده بالنظر الى الحاله الاقتصاديه الموجوده في اليونان وقبرص، وهم بالتاكيد طبعا بيسعوا الى الحصول او استغلال هذه الثروه. طيب ليه تركيا ما تقعدش على طاوله المفاوضات واحده ويعني يتفاوضوا حول ترسيم حدود؟ لا، هو ليه تركيا ما تمضيش بالظبط يعني ترسيم حدود مع عشان طمعانين يعني عايزين اكتر. طيب يعني هم ماشيين في اتفاقيات دوليه بتنص في اتفاقيه، ما هي المشكله ان الصراع اليوناني التركي يعني تاريخه طويل. هل الثروات ديت مش موجوده في المياه الاقتصاديه التركيه اذا ما تم ترسيم الحدود؟ هو في اتفاقيه اللي هي اتفاقيه لوزان للسلام، اوكي؟ من 1923 كانوا متفقين على ثلاث اميال للجانب اليوناني وثلاث اميال للجانب التركي. ثم تم اضافه ثلاث اميال اخرى فبقى ست اميال. جات اليونان مضت على اتفاقيه الامم المتحده. تمام. فبقى ليها 12 ميل. اللي ما مضتش عليها تركيا. فتركيا بتقول اليونان ليها كده اكتر، طب امضي. المشكله هتطول لسه جدا. يعني حضرتك طبعا هتنور لنا مره ثانيه لتشرحي اكتر المشكله. دكتوره ساره كيرا المتخصصه في الشؤون الاوروبيه، شكرا جزيلا لحضرتك على وجودك معنا في اكسترا نيوز. شكرا. ميرسي. مشاهدينا الاعزاء، نذهب الى فصل قصير بعده نعود مره اخرى لاستكمال باقي فقرتنا من هذه الحلقه. ابقوا معنا.
نجدد تحية بكم مشاهدينا الأعزاء في نقاشنا الرئيسي الثاني والأخير في حلقة اليوم، وحديث حول آخر تطورات عملية الجيش الليبي في العاصمة طرابلس لتحريرها من قبضة الميليشيات الإرهابية، وأيضا رؤية القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر بشأن المرحلة الحالية في ليبيا وتصوره لمرحلة ما بعد طرابلس. أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ محمد فتحي الباحث في الشأن الليبي. أستاذ محمد أرحب بك ضيفا عزيزا على الأكسترنت. أهلا بحضرتك فندم وكل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. أهلا بك. يعني دعنا نبدأ ميدانيا، يعني هل ترى أن معركة طرابلس، معركة استعادة الجيش الوطني الليبي للعاصمة الليبية طرابلس، طالت أكثر من اللازم أم أنها في يعني الأمد الأخير، في الرمق الأخير من نهايتها؟ هي طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية طبعا الجيش الليبي بدأ عملية الكرامة في 2014، ومنذ أن بدأها وهو عازم على تطهير الأراضي الليبية من كل الجماعات الإرهابية المتطرفة. كانت التمركزات في البداية في مدينة بني غازي، وأعتقد أن كل الناس لما طال الأمد، طال المعركة في بني غازي واستمرت أكثر من عامين، كانت هناك الآلة الإعلامية الإخوانية الإرهابية الموجودة في طرابلس والجماعات المتشددة في طرابلس يؤكدون أن الجيش الليبي لن يستطيع أن يحرر بني غازي، وكان الجيش الليبي حريص كل الحرص على المدنيين في بني غازي واستطاع أن يحررها، ثم اتجه إلى درنة، ثم اتجه إلى الجنوب، ثم بعد ذلك كانت العملية الأخيرة أو المحطة الأخيرة لتطهير كل الأراضي الليبية من الميليشيات الإرهابية وهي العاصمة طرابلس. نفس ما يحدث حاليا يعني. نعم نعم، الجيش الليبي منذ أن بدأ وحتى يوم 4 أبريل اللي هو بدأ عملية تطويق العاصمة ومحاولة الدخول إلى العاصمة، الجيش الليبي طبعا كان المشير خليفة حفتر قد أعلن ذلك في خطاب مهم جدا كان يوم 4 أبريل أنهم قادمون نحو تحرير العاصمة طرابلس. العاصمة طرابلس تكتظ بالميليشيات الإرهابية، وقبل أن يدخل الجيش الليبي كانت هناك كر وفر بين هذه الميليشيات الإرهابية، يسيطر عليها أكثر من 10 مسميات للجماعات الإرهابية، الجماعة الليبية المقاتلة وغيرها وغيرها، وأعتقد أن 10 ميليشيات بما فيهم حكومة الوفاق وبما فيهم البنيان المرصوص الذين ينتمون لحكومة الوفاق هم ليسوا يعني عناصر نظامية، هي مجموعة ميليشيات إرهابية ومرتزقة موجودين في العاصمة يسيطرون على العاصمة وعلى مفاصل العاصمة الليبية بشكل أساسي. هذه الميليشيات الإرهابية وهذه التجمعات الإرهابية الموجودة في العاصمة هي التي عرقلت كل الحوارات السياسية. وأعتقد الجيش الليبي عندما بدأ كان عليه أن يتخلص من هذه الميليشيات الإرهابية حتى يتم الاستقرار السياسي وبدء العملية السياسية بشكل كبير. فبالتالي عندما بدأ الجيش الليبي الدخول إلى العاصمة طرابلس كانت هذه الميليشيات التي فرت من كل حدب وصوب من ليبيا ومن خارج ليبيا وتجمعوا كلهم في العاصمة لكي يحافظوا على آخر مكتسباتهم في ليبيا. هذه الميليشيات الإرهابية كلها عندما تخرج من العاصمة طرابلس سوف تخرج من المشهد كاملا من ليبيا، والجيش الليبي مصر على هذه العملية. بعد ذلك عندما بدأت العملية كانت هناك أصوات عالية من المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكلهم يشجبون ويستنكرون هذه العملية، ولكن الجيش الليبي كان يريد أن يخلص البلاد من هذه الميليشيات. إذا رجعنا إلى الوراء ونظرنا إلى الحوار الذي تم في باريس واجتمع له العالم كله، أعتقد كان تمثيل كبير كبير جدا، كانت في باليرمو في إيطاليا بعد ذلك ثم بعد ذلك طرح المبعوث الأممي الدكتور غسان سلامة الذي أعتقد أنه مغلوب على أمره ومسيطر عليه من الميليشيات الإرهابية، طرح المؤتمر الجامع، المؤتمر الليبي الجامع، حتى يتم وجود مؤتمر ليبي جامع والذين دعوا إليه قبل أن تأتي عملية طرابلس، وقالوا وأعتقد أنه سوق لهذا المؤتمر أن الجيش الليبي هو الذي قوض هذا المؤتمر. الجيش الليبي لم يقوض هذا المؤتمر، الجيش الليبي كان هناك اتفاق بين السيد فايز السراج والمشير خليفة حفتر في أبو ظبي على أن يتم دخول الجيش الليبي إلى العاصمة بطريقة سلمية، ويتم تفتيت هذه الميليشيات ويتم جمع السلاح من هذه الميليشيات بطريقة سلمية، لكن السيد فايز السراج لم تكن كلمته من رأسه وبالتالي نقض هذا العهد. فكان أمام الجيش الليبي خيار وحيد وهو أن يدخل ويطهر هذه العاصمة من الميليشيات الإرهابية حتى تبدأ العملية السياسية. فبالتالي عندما بدأ الجيش الليبي في هذه العملية كانت هناك الدول
التي قرأت المشهد صحيحا واعترفت أن الجيش الليبي هو جيش نظامي يحارب ميليشيات إرهابية وجيش له قوام حقيقي وتخرجوا من الكليات العسكرية ولهم رتب عسكرية وهو جيش نظامي وكلنا نعلم ذلك مع ميليشيات إرهابية. فبالتالي كان الموقف الروسي ثم الموقف الأمريكي ثم بعض المواقف التي تباينت. يعني أنا أعتقد رغم أن إيطاليا موقفها كان في المرحلة الأولى ضد الجيش الليبي، لكن بعد أن هناك بعض التحقيقات والاستقصائية التي قام بها صحفيين إيطاليين داخل العاصمة طرابلس اكتشفوا أن هناك مطلوبون دوليا وهناك إرهابيين وهناك ميليشيات وعناصر إجرامية داخل العاصمة الليبية طرابلس. فأعتقد أن يعني أنا شايف أن إيطاليا سوف تغير وجهة نظرها في القريب تجاه الجيش الليبي، بالإضافة إلى الدعم التي يلقاه الجيش الليبي من الدول التي ترغب في استقرار ليبيا. يعني بذكر إيطاليا، في تحول في الموقف الإيطالي. كان مؤخرا المشير خليفة حفتر في لقاء مع جوزيبو كونتي رئيس الوزراء الإيطالي، وبذلك ربما يعد اعتراف حتى ولو ضمنيا بالجيش الوطني الليبي. ليس يعني في حاجات في المشهد السياسي الليبي لم تعلن للإعلام، ولكنها يعني أنا شايف حتى الاتحاد الأوروبي رغم أن الاتحاد الأوروبي أعلن أنه مع وقف إطلاق النار وطالب بوقف إطلاق النار، لكن الاتحاد الأوروبي أدرك مؤخرا أن الجيش الليبي يحارب الإرهاب وأن العملية السياسية لن تبدأ إلا بعد تحرير العاصمة طرابلس. ليس فقط محاربة الإرهاب، هناك قضايا تهم الاتحاد الأوروبي من بينها مثلا الهجرة. بالزبط. الميليشيات لن ولم تستطيع السيطرة على ما يتعلق به. وفي نقطة يعني في نقطة مهمة جدا، أنه بعد أن بدأت العملية تجاه طرابلس لم نسمع عن الهجرة غير الشرعية ولم نسمع عن القارب، فهذا دليل قوي جدا على أن هذه الميليشيات هي التي كانت تدير العملية تجاه أوروبا. فبالتالي عندما تتخلص العاصمة طرابلس من هذه الميليشيات أعتقد أن هذا يعني ضمان وأمان للاتحاد الأوروبي وكل أوروبا. يعني عندما تكون هناك مؤسسات رسمية نظامية في ليبيا تحفظ لها أمنها وتسيطر على كل الأراضي الليبية سيمنع ويلات كثيرة جدا على الدول الأوروبية، وأعتقد أن فرنسا وإيطاليا وكل الدول تعلم ذلك جيدا. لو عدنا إلى المشهد على الأرض، الجيش الليبي يعني دخل العاصمة طرابلس على أكثر من محور على 7 محاور واستطاع أن يسيطر عليها بشكل كبير. في الأيام الأخيرة حدثت عمليات كر وفر، وأعتقد أنه عندما يتم استهداف بعض العناصر من الجيش الليبي فهذا طبيعي لأنها معركة جيش نظامي له خطط استراتيجية وله طريقة يدخل بها إلى العاصمة طرابلس مع ميليشيات إرهابية. طريق المطار هو أكثر الطرق أو أكثر المحاور التي يثار حولها الجدل. دائما ما نسمع أن هناك استعادة المطار من قبل الميليشيات ومن ثم وسيطرة الجيش الليبي. نعم، استعادة الجيش الليبي للمطار من الميليشيات، وهناك كر وفر في طريق المطار. ما هو الحقيقة الموجودة في طريق المطار؟ لكن اسمح لي قبل أن تجاوب على هذا السؤال نذهب إلى فاصل قصير ونعود للاستماع إلى هذه الإجابة من الأستاذ محمد فتحي الباحث في الشأن الليبي. نجدد تحية بكم مشاهدينا الأعزاء، ولا زلنا نتحدث عن الشأن الليبي وعملية أو معركة طرابلس المستمرة حتى الآن. ومعنا هنا في الاستوديو الأستاذ محمد فتحي الباحث في الشأن الليبي. أستاذ محمد، كنا قبل هذا الفاصل نتحدث حول ما يتعلق بمحور المطار الذي يثار دائما حوله جدل. محور المطار يعني أنا أعتقد أنه الجيش الليبي له خطط استراتيجية في الدخول والخروج، وأحيانا بيكون انسحاب الجيش الليبي من المحور ثم العودة إليه مرة أخرى ده تكتيكيا. الجيش الليبي بيحاول بكل الطرق منذ أن بدأ العملية أن يحافظ على حياة المدنيين، وهي النقطة التي أجلت الحسم حتى الآن، لأنه هذه الميليشيات الإرهابية وهذه الجماعات الإرهابية التي تتجاوز 10 ميليشيات موجودة في العاصمة بتحاول بكل الطرق الاحتماء بالمدنيين، بتحاول بكل الطرق أن تسوق خطابا إعلاميا مخالفا يقول أن الجيش الليبي يستهدف المدنيين، وهذا الأمر هو الذي جعل الجيش الليبي يتأخر في الحسم. الجيش الليبي قادر على الدخول إلى العاصمة طرابلس، وأعتقد أنه يعني أيام قليلة جدا وسنسمع أخبار سارة عن دخوله إلى العاصمة طرابلس وميدان الشهداء لكي يتم تطهير العاصمة من كل هذه الميليشيات الإرهابية. في
الفترة الأخيرة الجيش الليبي فتح محورا ثامنا للقتال، وأعتقد أن الجيش الليبي بيحاول بكل الطرق. يعني المشير خليفة حفتر عندما بدأ العملية أعلن عن السياسة التي ينتهجها الجيش الليبي فيه. الجيش الليبي لا يحارب إلا من يحاربه، ولا يرفع السلاح إلا في من يرفع وجه السلاح، وهذه هي عقيدة الجيوش النظامية المحترمة الوطنية الوطنية المحترمة التي تحافظ على حياة المدنيين. فبالتالي الذي يؤخر الحسم هو وجود يعني عدد كبير جدا من المدنيين في العاصمة طرابلس، بالإضافة إلى احتماء الميليشيات الإرهابية والعناصر الإرهابية المتفرقة في كل أنحاء العاصمة طرابلس بهؤلاء المدنيين، يعني تلاقي لك في الشرق والغرب. وأعتقد أن المشهد أصبح واضحا للعالم في الفترة الأخيرة بعد أن ظهرت أسماء إرهابية مطلوبة دوليا في المشهد، بعد أن ظهرت دعم لهذه الميليشيات الإرهابية وهذه العناصر علنا. يعني عندما يعلن الرئيس التركي أنه أوفد إلى حكومة الوفاق سلاحا ويعلنه رسميا، يعني أعتقد أن الأمم المتحدة عليها أن تقوم بدور تجاه هذه الدول. حسين سلامة نفسه المبعوث الأمم في يعلم كل كبيرة وصغيرة، قال في مجلس الأمن أن تركيا يعني تساعد أو ترسل أسلحة إلى الجماعات الإرهابية. الدكتور غسان سلامة يعني أنا شايف أنه موقفه أصبح غير محايد. الدكتور غسان سلامة كان عليه من البداية، حتى المبادرة التي طرحها هي مبادرة سلامة لكنه أعلن السراج. أنا من وجهة نظر يعني أنا متأكد أن السيد غسان سلامة هو من كتب تلك المبادرة ليطيل أزمة الليبية ويطيل المعركة في ليبيا، والذي طرحها للرأي العام وقال أنها مبادرة هو السيد فايز السراج، لأنه الذي يبادر لابد أن يكون لديه قوة لتنفيذ هذه المبادرة. فعندما يتحدث السيد فايز السراج عن مبادرة، أنا شايف أن هذه المبادرة مليئة بالتناقضات. يتحدث عن أنه رجل سلام، وفي حين أنه يقصي طرفا أصيلا في العملية السياسية في ليبيا. يعني الجيش الليبي له حضانة شعبية كبيرة، وله يعني والشعب الليبي مؤيده بشكل كبير جدا. لولا هذه الحضانة الشعبية لما استطاع دخول إلى بنغازي وسيطرة على الجنوب وسيطرة على أجزاء كبيرة من الشرق والغرب أيضا، وعدد كبير من المدن في الغرب. طيب إذا أنت تحدثت حاليا حول المبادرة الأخيرة التي طرحها فايز السراج، تقريبا كل الأطراف الليبية ما عدا حكومة الوفاق رفضت هذه المبادرة. حتى كان منذ أيام قليلة هنا مؤتمر في القاهرة للقوى السياسية والمجتمعية والقبلية الليبية، ورفضوا أيضا هذه المبادرة وقالوا ووصفوها أنها تؤسس أو أنها يعني تؤسس لاستمرار حالة اللادولة في ليبيا. طبعا مبادرة السيد فايز السراج احتوت على 7 نقاط، أغلب ال7 نقاط هم كلهم متناقضين. وبعد ذلك أتحدث عن الذي يبادر، لابد أن تكون لدي آلية لتنفيذ هذه المبادرة. أولا تحدث على أنه رجل سلام كما قلت سابقا، ومع ذلك تحدث وحرض على الجيش الليبي، تحدث على أنه يعني يريد أن يجعل مؤتمر يجمع كل الليبيين وأقصى فصيل كبير جدا جدا من الليبيين، تحدث على أنه يستطيع أن يتحاور مع هذه الميليشيات وهو لم يستطيع أن يتحاور معه، تحدث عن السلام ولم يطالب في مبادرته بوقف إطلاق النار. يعني حتى على الأقل كان طلب وقف إطلاق النار، لكن هو سمح المعركة أن تستمر. فبالتالي هذه ليست مبادرة، يعني ولدت ميتة قبل أن تطرح، والتحريض على الجيش وقياداته ومغازلة، وهي مغازلة واضحة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي. وأعتقد أن هذه المبادرة من كتبها هو السيد غسان سلامة، ومن طرحها للرأي العام هو السيد فايز السراج. وكنت أؤكد وقلت في أكثر من منبر هذا الكلام، أن أول من سيقول أنه يؤيد هذه المبادرة وأن هذه المبادرة جيدة لحل الأزمة الليبية والسيد غسان سلامة، وحدث ما قلت بعدها بساعة فقط. باركت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا هذه المبادرة وقالت أنها حل الأزمة، مع أنها من وجهة نظري أنا هي خطاب هزلي لا يرتقي إلى المبادرات. لو عدنا إلى المبادرات، نقول أن ما تحدث به المشير خليفة حفتر لصحيفتي المرصد والعنوان بالأمس هو الذي يستحق أن يكون مبادرة، وهو الذي يستحق أن ينفذ على أرض الواقع، وهو ما 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 هو الذي يجب على المجتمع الدولي أن يتجه في هذا الاتجاه.
كل ما طرحه المشير خليفة حفتر في تصريحاته لصحيفة المرصد والعنوان بالأمس تستحق أن يكون مبادرة فعلية لحل السياسة. سريعا عن محاور هذه المبادرة التي طرحها. هو المشير خليفة حفتر تحدث في حديث صحفي يعني، لكن هذا الحديث الصحفي تخرج منه مبادرة جيدة. أول حاجة أن المشير خليفة حفتر قال أنه لا يعول على الاتحاد الأوروبي، هو فقط يعول على جيشه الذي جيشه وشعبه، جيشه ومقاتلوه وأبطاله وشعبه. مع ذلك وضح أن موقف الاتحاد الأوروبي تغير، يعني المشير خليفة حفتر في كلمته بالأمس قال أن موقف الاتحاد الأوروبي تغير، وأن المشير خليفة حفتر قال أنه يدرك حقيقة جيدة، وهي أن العملية السياسية تبدأ بعد أن يتم التخلص من الميليشيات الإرهابية. وكلام المشير خليفة حفتر حقيقي وله مدلول في السنة الماضية التي طرحت فيها أكثر من مبادرة في مايو باليرمو ثم فرنسا، كل هذه المبادرات باءت بالفشل وكانت لها آليات تنفيذ ولكنها لم تنفذ لأن المشهد في طرابلس يجمع هذه الميليشيات. فبالتالي العملية السياسية أو العملية العسكرية التي يقوم بها الجيش الليبي هي تمهيد للعملية السياسية وتصحيح للأوضاع والحل الحقيقي في المشاركة السياسية. بعتقد لم يتبقى إلا قليلا من الوقت، لكن عايز أخذ من حضرتك تعليق أن وزارة الخارجية الروسية أعلنت أن روسيا ومصر سوف تناقشان ما يتعلق بالأزمة الليبية في اجتماع بصيغة 2+2. ما الذي تتوقع أن يخرج من هذا الاجتماع؟ طبعا الرؤية المصرية والرؤية الروسية هي تجاه الأزمة الليبية هي متفقة على محاربة الإرهاب، على محاربة الإرهاب. فأعتقد أن هذا الاجتماع سيخرج بتوصيات جيدة، وخصوصا أنه على مستوى وزيري الخارجية والدفاع في مصر ووزير الخارجية والدفاع في روسيا، ويتحدث عن الملف الليبي والسوري معا. فبالتالي رؤية موسكو ورؤية القاهرة تجاه الأزمة الليبية هي أولا التخلص من الميليشيات الإرهابية ومحاربة الميليشيات الإرهابية، ثم الذهاب إلى العملية السياسية. قبل ما نتكلم المشير خليفة حفتر وضع في هذه المبادرة آليات للتنفيذ، أقولها بسرعة، هي إعادة التوازن الحقيقي وحل مشاكل المواطنين اليوميا، تسهيل شؤون حياتهم، توحيد المؤسسات العسكرية، وهو ده الأهم والذي سعت إليه الدولة المصرية وسعى إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 2015. المؤسسة العسكرية والأمنية في ليبيا إذا تم توحيدها واستقرت وكانت كما يكون هذا الجيش الليبي الوطني الذي يحارب الإرهاب، سيكون هناك حل سياسي. العملية السياسية لن تتم دون أن يكون هناك تمهيد لها وسيطرة كاملة أمنية للجيش الوطني. بالضبط. بالإضافة إلى المؤتمر القوى الوطنية الذي أبعث برسائل كثيرة جدا للعالم، هو أن الجيش الليبي وراه حضانة شعبية وهو الشعب الليبي. وصلت الفكرة أستاذ محمد فتحي الباحث في شأن الليبي، شكرا جزيلا لحضرتك على وجودك معنا، وأعتذر مرة أخرى على ضيق الوقت وربما يتسع الوقت لاحقا للحديث حول إن شاء الله رب العالمين. نلتقى على خير، والجيش الليبي يكون داخل العاصمة طرابلس إن شاء الله. شكرا. مشاهدينا الأعزاء، بهذا نكون قد ختمنا هذه الحلقة من نقاط ساخنة، حتى ألقاكم في حلقة أخرى. شكرا لكم على طيب المتابعة ودمتم في أمان الله.